بتدشين منصة تأشيرة السعودية KSA فيزا، نواصل رحلة التطور الرقمي من خلال الدور الفعال لوزارة الخارجية في تحقيق أهداف الرؤية، وذلك من خلال تسخير كافة القدرات التقنية في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية بهدف وصول المستفيد إلى تجربة متكاملة وسلسلة تحقق كافة التطلعات والأمال وتزيد من التعاون الوثيق مع مختلف الجهات الحكومية. عن أهم سمات هذه المنصة، هي منصة وطنية رقمية تشاركية لجميع الجهات الحكومية بهدف تحقيق مستهدفات المملكة الوطنية. هناك ربط مع أكثر من 30 وزارة وهيئة وقطاع خاص لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، ومنها تأشيرة الحج، تأشيرة الزيارة بغرض العمرة، تأشيرة الزيارة بغرض السياحة، وتأشيرات العمل. تمكين أكثر من 50 جهة حكومية وقطاع خاص من خلال التأشيرة الحكومية. أتمتت أهم إجراءات إصدار التأشيرات بهدف تحسين تجربة الزائر، هوية وطنية حديثة تتناسب مع دور المنصة الوطني، محرك بحث ذكي لتمكين الزائر من معرفة التأشيرات المتاحة بيسر وسهولة، مرجع موحد للتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات وآلية التقديم عليها، ملف شخصي محدث للزائر يسهل استعراض التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقاً، متطلبات موحدة للتأشيرات الخاصة بالزيارة والمرور نحو تجربة مستفيد مثالية، آليات متقدمة وموحدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية لإتاحة خدمة الحصول على التأشيرات لزيارة الفعاليات والمؤتمرات المقامة في المملكة، إعادة تصميم رحلات الحياة لكافة أنواع التأشيرات بهدف تقديم تجربة استثنائية لزوار المملكة، تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة للتحقق من صحة البيانات ورفع كفاءة المنصة، تعزيز العمل التشاركي وآلية اتخاذ القرار مع الجهات الحكومية.